السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده معانا حل جرامر يونت 4 بارت 1 من كتاب المعاصر. طيب قبل ما نبدا، طبعا مفيش شرح، فاحنا هناخد بس اهم التريكات، لان الشرح ملوش لازمه في الفوكاب، لان انت عموما الكلمات سهله انك تعرفها، هتشتغل بجوجل ترانزليت لو في اي كلمه واقفه معاك، فالموضوع سهل خالص، ملاش لازمه ان احنا نضيع وقت. بس في الديفينيشنز بس شويه حاجات كده، يعني ايه، نركز عليها تمام، وبرضو انت سهل انك تقراها. طيب اول حاجه معانا alert، اللي هو معناها يغير او يتغير، و alert تيجي برضو بمعنى واعي، تمام، تيجي بمعنى شخص واعي. طيب to change، حاجه بتتغير اهو، or to make someone or something change، تمام، موضوع سهل خالص. طيب burn out اللي هي معناها الانهاك، جايه من burn اللي هو حاجه بتتحرق، وبعد كده burn out، فلما دخلنا عليها، لما دخلنا على burn out فادتنا معنى اللي هو نفاد الطاقة او معنى الانهاك، تمام، فالموضوع سهل خالص. يعني يبقى situation where you can't do anything، انت خلاص بقى منهك جدا، وهي هي بالظبط لو انت قلت exhausted، تمام، exhausted، لان احنا طبعا عارفين ان exhausted بتساوي very tired، لما كنا اتكلمنا عن ايه، لما كنا اتكلمنا عن الصفات وقلنا الصفة القوية والصفة الضعيفة، ف burn out هي هي بالظبط exhausted، تمام، because you are so tired اهو and stressed. clear off دي معناها انك بتغادر، او نقدر نقول عليها move اللي هو ايه، move your location مثلا، او move your destination to leave a place quickly. طيب كوب دي معناها انك بتسير حاجة، وبيجي معاها حرف الجر was، بيجي معاها حرف الجر was، تمام، to deal successfully with difficult situation، او انك بتتصدى لموقف معين. exhausted هل اللي لسه متكلمين عنها من شوية، هي هي بالظبط burn out، feeling very very tired. frown يعني يعبس او يتهجم، هي معناها بشخص عبوس يعني، او شخص عامل كده، تمام، ده معنى frown. to make an angry unhappy or confused expression، تمام، بواسطة الحاجبين، او الموضوع ده مهم، الموضوع ده مهم حقيقة، تمام، a press together، moving your a press together، انك بتخلي الحاجبين بتوعك بشكل عصبي كده، حقيقي الموضوع ده مهم، اللي هو بتاع الحاجبين ده، عشان هيجي معانا بعد كده اللي هو بوت، اللي هو يستاء او يبوز او يكشر، فدي بتيجي بالشفة بتاعتك، اللي هو push out your lower lip، تمام، اللي هي الشفة السفلى، because you are annoyed or unhappy، ففي فرق طبعا ما بين الاثنين، اوكي. طيب يتحسن اللي هو improve to get better. mental health طبعا دي سهلة، اللي هو ايه، الصحة النفسية او الصحة العقلية، وحقيقي mental health هي هي لو انا قلت لك psychological health، تمام، psychological health، تمام، بس كده. بخ وسكول ديت هي هنا verb، هي هنا verb، ما ينفعش تبقى نام، تمام، فدي معناها زي بالظبط انك بتمدح حد، عكس بقى انك بتمدح حد، تمام، انك بتذم حد او بتوبخ حد، فدي دايما بتيجي من حد ذات سلطة اعلى لحد ذات سلطة اقل، زي اب وابنه يعني. to angry criticize يعني بتنتقد someone especially a child about something، أو بيقول لك خاصة طفل يعني about something they a they have a done، تمام. طيب self care العناية الشخصية، taking نقدر نقول عليها hygiene، نفس الحاجة بالظبط، taking care of your body and how you feel، والشعور بتاعك. stress اللي هو الإجهاد، a feeling of being very worried، طبعا stress اللي هو الإجهاد دوت هو بالظبط exhausted، هو بالظبط burn out، تمام، ولكن بتفرق في المسميات بس. feeling very worried and scared اللي هو خائف جدا، تمام، هو stress دي يعني خاصة أكتر بالسايكولوجي، psychology اللي هو علم النفس، تمام، ليه؟ لأن الاسترس ده هو بيؤدي إلى المنتال، بيؤدي إلى مشاكل في المنتال هيلث، في الصحة النفسية أو الصحة العقلية، على عكس الاكزيستد او على عكس البيرن اوت يعني، اوكي، عشان كده هو قال لك كونك خائف او كونك ورد. سبوس اللي هو يفرض، to think that something is probably true، انك بتفترض ان الحاجه ديت صح،
بس على واستنادا ب what you know، بالحاجة اللي انت عارفها. طبعا time management اللي هو إدارة الوقت، انك بتعمل روتين معين، organizing when you do things and for how long، امتى تعملها والامتى، اللي هو to do لسه من الاخر. well-being اللي هو العافية او السلامة او السعادة، تيجي بالثلاث معاني. how good you feel in your body and how happy you are، يعني كونك سعيد او شعور السعادة او شعور الصحة، شعور السلام النفسي، كل الحاجات ديت معناها well-being. تمام، او قال لك comfortable healthy and and happy. طيب السؤال الاول معانا، she is unable، كده خدنا ست اي مش مشكلة، she is unable to not with her increasing workload. بعد كده اختيارات، بروموت اللي هو يروج، امبروف يعني يحسن، ولا استرس اللي هو الضغط، ولا كوب. لا طبعا كوب، لان كوب هي اللي بتاخد حرف الجر ويز، ودي معناها ان هي مش قادرة ان هي تتأقلم مع الورك لود اللي هو الضغط الزائد، سواء بقى من العمل او من اي حاجة. رقم اتنين بيقول لك we should take certain measures، يعني احنا لازم ان احنا ناخد مقاييس محددة to not economic growth، للنمو الاقتصادي. to ايه بقى؟ to prevent، علشان نمنع. لا احنا عايزين طبعا النمو الاقتصادي ده يعلى، لان النمو الاقتصادي ده حاجة كويسة يعني. تمام، promise اللي هو وعد، avoid نتجنب، لا طبعا promote اللي احنا نروج او ندعم او نعزز او نقوي يعني. رقم ثلاثة، the company looks after the not of its employees. look after طبعا يعني اعتني بيه، دي معروفة دي. طبعا well-being هي الإجابة الصحيحة، لأن well-being معناها الصحة، معناها السعادة، معناها السلام النفسي، كل حاجة بتخص إيه العمال بتوع الشركة أو الموظفين. رقم أربعة، when she gets angry، لما هي غضبت، she looks like a not child، بانت كأنها طفل. تمام، يبقى reacting يعني بتصرف، booting طبعا booting دي قلنا اللي هو إيه، بيدلدل الشفة بتاعته، يبقى دي كده طبعا الإجابة إيه، الإجابة الصحيحة. رقم خمسة، my grandfather's face has not much over theirs. تمام، يبقى grandfather اللي هو ايه، اللي هو الجد، على مدار السنين وشه ايه اللي حصل له؟ alarm يعني ينذر او ينبه. لا طبعا alerted اللي هو تغيره، retire طبعا يعني يستقيل، وسبوس يعني يقترح. رقم ستة، my wife suffers from، يعني زوجتي بتعاني من، not as she works hard all day without breaks، لأنها بتشتغل طوال اليوم، يعني بتشتغل full time. الموضوع ده مهم، full time، عشان إن شاء الله لما تتخرج وتيجي تشتغل يقولك عايز تشتغل full time ولا part time. تمام، إن شاء الله نبقى نجيب قلم ونكتب على السبورة بسهولة، لأن أنا حاليا مش بكتب بقلم فاعذروني. يبقى suffers from إيه؟ pleasure، لا طبعا ده بيقول لك ان هي ايه، without breaks. bases، لا طبعا burnout اللي هو الانهاك. صح، frown دي معناها ايه، العبس او عبوس. رقم سبعة، I was really not after 9 hours of working non-stop، برضو نفس الحاجة، ان هو بيشتغل 9 ساعات من غير راحة، يبقى اكيد هو كان exhausted يعني very tired. طبعا mental، لا frustrated يعني محبط، urgent يعني ايه، يعني حاجة حالية أو حاجة عاجلة. رقم 8، she complains of، يعني هي بتشتكي من، as a result of being، كنتيجة لكونها مسؤولة، for a big family in addition to her work، عن عيلة كاملة كبيرة وكمان الشغل بتاعها. يبقى هي complains of ايه، هي بتشتكي من ايه، من الاسترس اللي هو الضغط، ولا مسج لرسالة، ولا مانجمنت الادارة، ولا رياكشن التفاعل. طبعا كتاب المعاصر كتاب هبل، واسئلته يعني معلش في كلمة هبل دي، قصدي ان اسئلته هبل يعني، الاسئلته سهلة جدا مقارنة بكتاب زي العمالقة. فكتاب العمالقة حقيقي كتاب ممتاز جدا 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 في الفوكاب، اتمنى انكم تشوفوه، لان اغلب الناس بتشتغل من المعاصر. كتاب المعاصر كتاب محترم، ولكن انا قصدي ان الاسئلة بتاعته اسئلة هبلة، يعني اسئله في مستوى الطالب اللي هو الايه، المتوسط، ومستوى الطالب القليل. لكن انت عايز اسئله عاليه فعلا، فروح لكتاب العمالقه، اسئلته حقيقي فظيعه، وانا بجهز اصلا بتاخد وقت مني. تمام، فنشوف رقم 9، I chose her for this difficult task because I was sure she would. انا اخترتها لهذه المهمه الصعبه، لان انا متاكد ان هي she would ايه،
React يعني React دي معناها تفاعل جامد، Reaction، ولا Put اللي هو يدلدل شفته، ولا Sound يعني يبدو، ولا Manage يعني هتدير. لا طبعا أنا متأكد إن هي هتدير الدنيا بشكل كويس. My father not my brother for annoying my baby sister. طيب عشان هو أغضب أختي الصغننة اللي هي البيبي، يبقى my father إيه؟ فراوند يعني عبسة أو عبسة يعني. هو فراوند دي، فراوند دي يعني كونها verb، كونها verb، فبالتالي يعني موضوعها هنا، لأ موضوعها مش كويس الصراحة. ليه؟ تعالى كده نكمل improve. لأ طبعا scolded، scolded هي الإجابة الصحيحة. ليه؟ لأن my father scolded يعني هو وبخ my brother for annoying my baby sister، لأنه إيه؟ لأنه أغضب أختي الصغننة. لكن حتة frowned دي، أنا لما مثلا بص، أنا لما أنا بقى زعلان، زعلان من حاجة مثلا معينة، لأن إحنا عارفين إن دي معناها إيه؟ معناها مفعول. فأنا عندي، أنا مثلا عندي عبس تمام، او انا عبوس، او انا زعلان من حاجه معينه مثلا، من موقف معين حصل. لكن لما فازر، لما فازر طبعا سكول دي واحنا بنتكلم عنها قلنا ان هي بتوبخ، فبتيجي دايما مع حد ذات سلطه اعلى الى حد ذات سلطه اقل، فهي ايه؟ فهي الافضل عندي في السؤال بتاعي. رقم 11، you are not to be at school، I wonder why you are here. تمام، انا بتسأل ليه انت هنا. يبقى you are ايه؟ alarmed، لا طبعا alerted، لا برضو supposed يعني من المفترض. هي دي الإجابة الصحيحة يعني، ولعلمك الحاجة دي موجودة في الجرامر، الجرامر بتاع اليونت دي أصلا يعني. تمام، رقم 12، the pain in my knees يعني في الركبتين بتوعي slowly not after I had taken the medicine. ركز معايا جدا، I had taken ده إيه؟ ماضي تام، وجملة اللي قدام يعني بص، الماضي التام ده معناها ماضي الماضي زي ما احنا كنا بنتكلم في الشرح. فماضي الماضي ده اللي هيجي بعديه، اللي هيجي بعديه هيبقى ماضي، فاللي هيجي بعديه اللي هو الماضي ده هيبقى حاجة أحدث. تمام، يبقى أكيد أكيد رجلي اتحسنت أو الركبتين بتوعي اتحسنوا. تمام، يبقى the pain in my knees slowly، ماله بقى إيه اللي حصل له؟ كوب معناها يسير أو يواكب، لا طبعا consider يعني يعتبر، لا cleared off معناها إن هو بدأ يختفي أو يزول. بليز طبعا يعني كان مسرور، لا طبعا. رقم 13، when my father looked at me with a، ركز بقى هنا with a، ممكن هنا بقى ان احنا نستخدم صفة، نستخدم adjective. لكن school اللي كانت موجودة مع school اللي كانت موجودة معايا من شوية دي كانت ايه؟ كانت verb، كانت verb. طيب I decided not ask him for money، I decided not ask him for ايه؟ for money. انا ما قررت ان انا ما اسالهوش عن فلوس. يبقى هو كان بيبص لي اسمايل، لا طبعا بس يعني اساس، لا طبعا بيرن اوت ان هاك، لا طبعا. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا فرعون. فهمت بقى الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم طبعا في الحاله ان دي adjective، دي adjective، وفرعون لما حطينا لها اي دي، دي برضو ما زالت adjective بس جت في حاله اسم المفعول اللي شرحناه قبل كده. تمام، 14، رقم 14 تبع العيله، when my father not at me I decided not ask him for money، انا قررت ان انا ما اسالهوش عن فلوس. طيب هنا ينفع اقول improved؟ لا. وانتراكتد؟ لا برضو مستبعده. تعال كده نرجع للسؤال اللي كان فوق، السؤال اللي كان فوق عشان نعرف نفهم الحته دي. my father قلنا ما ينفعش ان انا استخدم friend لانها هنا ايه؟ لانها هنا adjective. تمام، وقلنا ان احنا عايزين verb. my father scolded my brother. اوكي طيب، ودي كانت مظبوطه ما فيهاش اي مشكله. وهنا في في رقم 13 استخدمنا، كنا محتاجين برضو adjective، كنا محتاجين adjective هنا، فاستخدمنا number دي. طيب اللي بعدها رقم 14 بيقول لك when my father not at me، طيب فينا حرف جر، ينفع استخدم scolded؟ لا طبعا. يبقى الاجابه الوحيده المتوفره معايا هي number A. تمام، يبقى هو عبس لي. تمام، وطبعا at خلتني استخدم الادجكتيف ديت، انما لو ما كانتش موجوده كنت اقدر ان انا استخدم نمبر سي. رقم 15، انتليجنس الذكاء is to do with not abilities يعني بقدرات not physical ones. طبعا طبعا انت عايز معنى not physical، not physical يعني mental. رقم 16، time not and proper planning، proper planning يعني التخطيط
التمام او التخطيط المظبوط. contribute to achieving goals probably. يبقى time ايه؟ time management طبعا اللي هو إدارة الوقت. رقم 17 I had a not day at work yesterday. We had too many urgent jobs to do. احنا كان عندنا حقيقي شغل كتير عاجل ان احنا نعمله. يبقى I had a ايه؟ يوم يبقى stressful day. stressful day لكن انا كنت stressed. تمام. I was ده نفس السؤال. يبقى I was stressed at work yesterday. صح كده صح كده. لان هنا احنا عايزين ايه؟ عايزين فاعل انما احنا عايزين مفعول. بيقول لك here health has not a lot since. لان since هنا جاي كأداة ربط بمعنى بيكوز او as. she had an operation. يبقى here health here health مالها has frowned يعني تعبست. لا طبعا improved. لا طبعا ثواني. الصحة بتاعتها اتحسنت a lot لانها هنا بص هنا has وعايز تصريف ايه؟ وعايز تصريف تالت. وهنا had وهنا had يعني ايه؟ يعني الزمن الاقدم صح كده وده الزمن الاحدث. يبقى الزمن الاحدث يبقى اكيد صحتها اتحسنت. تمام. يبقى her health has improved a lot since she had an operation. منذ لما كانت هي عملت العملية. تمام. excluded لا طبعا مش هتنفع وinteracted برضو مش هينفع. يبقى اقرب اجابة هي improved. رقم 20 بيقول لك we should help students who not financial problems اللي عندهم مشاكل مالية. يبقى هو experience دي معناها بيمروا بمشاكل مالية او بيعانوا من مشاكل مالية. تمام. هي هنا جايب معنى كده وهي دي الاجابة الصحيحة. explain لا طبعا. occur لا. وtake place لا. بالاستبعاد مش هينفعوا التلاتة التانيين دول. رقم 21 زي will not hear unusual. زي will يعني هم ايه؟ will طبعا offer hear unusual معروفة دي offer. دي مش تنفع ولا ده تنفع ولا ده تنفع. رقم 22 I'm not very hungry. انا مش جعان جدا. I will just have a meal. لا لان meal بتكون وجبة كبيرة. sack مش هتنفع. هي snack. تمام. طيب socket دي معناها طبعا اللي هي ايه؟ اللي هي وصلة. انما sack دي اساسا adjective معنى نهب النهب او السرقة او اخذ شيء بدون ايه؟ بدون حق يعني. تمام. طيب رقم 23 بيقول لك I need to not out in the sun to sunbathe. sunbathe يعني حمام شمس. تمام. يبقى انا I need to ايه؟ to alarm out ولا alert out ولا suppose out ولا stretch out. طبعا stretch out ان انا اتمدد ايه؟ اتمدد في الخارج. رقم 24 I not moving back to my hometown in a suit when I return. لما انا اعتزلت عن الشغل رجعت لي محل الاصل بتاعي في اسيوط. يبقى اي ايه؟ اي كوب يعني يسير او يواكب ولا اي كونسيدر يعني انا كونسيدر يعني اعتبر او قررت او اتخذت قرار يعني ولا كلير اوف ولا بليز يعني من فضلك. لا طبعا هي كونسيدر. رقم 25 هير كالم الهدوء بتاعها سربرايز مي ادهشني. اي نو شي از نيرفس باي نيتشر. انا عارف ان هي عصبيه بطبيعه الحال. يبقى هير كالم ستريس. لا طبعا مش ستريس ولا مسج ولا مانجمنت. اكيد رياكشن مين ده؟ رد فعل. تمام. يبقى هير كالم رياكشن اللي هو ايه؟ اللي هو رد الفعل الهادي بتاعها. سربرايزد ايه؟ سربرايزد مي. رقم 26 بيقول لك وي ار ويتنج تو سي هاو هي ويل نوت تو سوتش ا بروفاكتيف بيهافير. بروفاكتيف بيهافير حقيقي بروفاكتيف ديت بتيجي كذا معنى. هي جايه هنا بمعنى مستفز. تمام. احنا عندنا اساسا بروفوك معناها متحرش. بتيجي معنى متحرش. تمام. او نقدر نقول ان هي بتساوي جلو اللي هي بتساوي بالظبط سبارك. جلو طبعا معناها ايه؟ معناها الحاجه دي بتلمع. تمام. سبارك دي معناها شعله. سبارك دي معناها شعله اللي هي عكسها اكستنجويش اللي هي معناها اطفاء يعني. تيجي معنى روز برضو. روز دي اللي هي معناها ايه؟ معناها بيبرز حاجه او حاجه بترتفع. تمام. وعكسها طبعا عكس اروز اللي هي هندر او اكستنجويش.
الحاجات ديت برضو من السنانم والانتونم، حاجات مهمة الصراحة يعني. طيب رقم 27، it was not of you not to not to try to persuade him. يعني سيادتك ده منك ايه انك ما تحاولش انك تقنعه. he was furious، هو غاضب. تمام، يبقى it was ايه؟ stressful، يعني it was stressful، انه حاجه ذات ضغط يعني. لا ده انا بقول لك ده انت شاطر، عايز اقول لك انك شاطر انك ايه ما حاولتش انك تقنعه، لان هو اساسا ايه furious. تمام، current لا طبعا، wise هي الاجابه الصحيحه. طيب normal لا طبعا. تمام، رقم 22، سما نقط will with hair pears. طبعا هير بيرز اللي هو الاقران بتوعها، يبقى ايه بقى هي ايه معاهم؟ فرانز لا طبعا، امبروفز لا طبعا، سكولز لا طبعا، انتراكت انتراكت اللي هي بتتفاعل كويس مع الاقران بتوعها يعني. تمام، طيب رقم 29، نقط از نيسيسوري، نيسيسوري اسف نيسيسوري especially when one is away from their family. تمام، ايه بقى اللي necessary دوت؟ burn out الانهاك ولا self care؟ لا طبعا self care، لان انت لما بتبقى بعيد عنهم فانت محتاج self care. pressure لا طبعا، reaction لا طبعا. رقم 30، stop not your baby sister، اختك الصغننه، you are always walking hair up. تمام، انت دايما بتصحيها بدري. تمام، يبقى stop ايه؟ alarming، بطل انك ايه تزعجها او تصحيها بدري. altering لا طبعا، supposing لا طبعا، stretching لا. رقم 30، good education is an important، يعني التعليم الجيد هو اي مهم، we can build on. يبقى هو pressure يعني ضغط مهم ولا اساس مهم. تمام، burn out لا طبعا، friend لا. رقم 32، Sama was so not when her request was rejected، يعني لما الطلب بتاعها اترفض يبقى اكيد هي كانت existed، يعني كانت منهكه ملهاش علاقه. mental لا طبعا، frustrated يعني كانت محبطه. ايوه هي دي الاجابه الصحيحه. رقم 33، it is not behavior when a hungry baby cries، لما البيبي الصغنن جعان يعيط. يبقى it is a stressful، يعني هو بيكون حاجه من دواعي القلق، ولا current behavior، ولا وايز يعني سلوك حكيم، ولا نورمال لا دي حاجه عاديه جدا يعني. رقم 34، every member of the family should do their best to. لو تلاحظ ان do بتاخد best او do the best. تمام، do دايما بتيجي مع ايه؟ مع best. تمام، فدي حاجه مهمه جدا اللي هي do the best، وهناخدها دلوقتي في الكوليكيشنز باذن الله. يبقى every member، يبقى كل شخص في العيله لازم ان هو يعمل اقصى ما عنده، بس تو ايه نقط ذا اذرز، تو كوب ان هو نتواكب يعني، تو كوب ذا اذرز، ولا كونسيدر نعتبر او يحط حاجه في الاعتبار يعني، ولا كلير اوف يعني عشان يخفي، ولا بليز يعني من فضلك. اكيد هي الاقرب هي كوب، ولو ما جاش معاها وز يعني هو الافضل تو كوب وز ذا اذرز يعني. تمام، ولما جاش وعاوز هي الاقرب برضو في المعنى بالنسبه للسؤال ده. رقم 35، stop putting more، يعني وقف انك تضع المزيد من on her عليها، she does her best، يعني هي برضو لو تلاحظ ان best اخذت معاها verb to ايه verb to do، او اخذت do يعني. تمام، يبقى وقف انك تحط عليها اكتر ايه اكتر ضغط، يعني ضغط اكتر يعني more pressure، لان يعني more طبعا من الحاجات اللي بناخدها في حاله ال comparative. اوكي، بيس يعني اساس طبعا، burn out يعني الانهاك، frown يعني ايه frown يعني شخص عبس. رقم 36، saving the people in the burning building، في المبنى الذي يحترق يعني، was not mission، طبعا هنا في استمرارية. was an not mention، يعني هو ايه مهمة. existed يعني حاجة very tired، حاجة منهكة جدا، ولا mental عقلية، ولا frustrated يعني محبطة، ولا حاجة urgent، هي طبعا urgent mission مهمة حاليا. تمام، رقم 37، طبعا انا استخدمت urgent عشان عندنا هنا في استمرارية.
فالمهمة عاجلة جدا. ممكن كنا نستخدم exhausted بس لو الحاجة ما هيش فيها استمرارية، فاهم ازاي؟ لازم جدا تركز على ال language. language مهمة جدا جدا وانت بتحل ال vocab. رقم 37، the manager's tone has an important، يعني اللهجة بتاعت المدير كان لديها ايه مهم. he won't tolerate، يعني هو مش هيسامح any clearness، يعني عدم الاهتمام مرة أخرى. يبقى الرسالة بتاعته، معلش بقى احنا جاوبناه طبعا، هي ايه؟ message، important message. تمام، management لا طبعا، reaction لا طبعا. رقم 38 بيقول لك the last offer not reasonable، يعني ذات عقلانية. يبقى الإعلان العرض الأخير the last offer reacts، يعني react دي يعني كان بيتفاعل، ولا put يعني بيدلدل الشفة بتاعته اللي هي lower lip، ولا sound طبعا sound reasonable يعني باين عليه. دي حاجات من ال collocations على فكرة. رقم 39، my new job is quite rewarding. rewarding يعني معناها ذات كفء، تمام، او مكافأة بالنسبة لي. I have no intention، انا ما عنديش اي نية to leave it. يبقى my stressed، لا طبعا، current اللي هي شغلانة حالية، wise لا طبعا، abnormal يعني غير طبيعية. كده على definitions. رقم 40 بيقول لك not is how good you feel in your body and how happy you are. طبعا good you feel يعني الشعور الجيد in your body، في جسمك، and how happy، والسعادة اللي انت بتحس بيها. تمام تمام طبعا دي معناها ايه؟ طبعا دي ويل بينج، ما هيش ستريس، مستحيل تبقى ستريس. وسيلف كير لا، دي العنايه الشخصيه. ومنتال هيلث لا، دي العلاج، الصحه الجسمانيه او الصحه، معلش، الصحه العقليه، الصحه العقليه اللي هي السايكولوجيكال. تمام، بيقول لك از ا ستيت اوف ايموشنال، ايموشنال يعني ايه؟ العاطفه بتاعتك، فيزيكال اند منتال اكسيشن كوزد باي اكسرسايز. تمام، and a and prolonged stress. تمام، طيب ده عبارة عن ايه؟ العاطفة بتاعتك والphysical and mental exhaustion اللي هو ال very tired، يعني الانهاك الكبير جدا، يبقى اكيد ده اللي هو ال burn out. طيب رقم 42 بيقول لك to not means to leave a place quickly، انك تغادر المكان بسرعة، طبعا دي clear off. رقم 43، to not is to change، انك تغير، or to make someone or something change، انك تغير حد او تغير، طبعا دي alert. رقم 44، to not is to think that something is probably true، ان الحاجة ديت صح، based on what you know، على الحاجة اللي انت دي طبعا سبوس افتراض، يعني الحاجة اللي انت ايه عارف. رقم 45، means organizing، انك تعد او تنظم حاجة، يعني when you do things and for how long. تمام، دي اللي هي الـ time management، ادارة الوقت يعني. رقم 46، is an adjective، هي صفة، that describes the feeling of being very tired exhausted، طبعا اللي هي جاية من exhaustion. طيب ندخل على الـ vocabulary study. طبعا الـ vocabulary study من الحاجات برضو المهمة، هنقرأها كده على السريع. أول حاجة وتاني حاجة، avoid burnout معناها يتجنب الإنهاك، و cause burnout معناها يسبب الإنهاك. تمام، يعني واحد عايز يتسبب يتجنب الإنهاك، فبيقول I want to avoid burnout. تمام، طب الحاجة دي بتسبب لي الإنهاك، يبقى cause إيه؟ cause burnout. do و make من الحاجات المهمة، do a test، do an exam، do an activities. تمام، do exercise، do hobbies، do revision، do the best you can، دي اللي احنا اكدنا عليها من شوية. تمام، experience a lot of stress، يتعرض لكثير من الضغط، مهمة جدا جدا، دي يمكن اخدناها فوق من شوية. we experience burnout معناها يتعرض للانهاك. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاثة مع الانهاك، اما avoid، اما cause، اما ايه، اما اما experience. اوكي، طيب feel طبعا اللي بيجي معاها دايما بيكون adjectives، دايما 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 adjectives. feel afraid، يشعر بالخوف، feel exhausted، feel frustrated، feel good، feel lonely، كلام عبيط. طبعا هنا لو تلاحظ ان جمعها ايه؟ جمعها adverb. اوكي، مش اي مشكلة، ممكن adjective ممكن adverb، بس هي عادة بيجي adjective. يعني follow advice معناها يعمل بيه النصيحة،
دي سهلة، بتيجي دايما مع الحاجات اللي هي بتبقى من أعلى إلى أقل برضه. improve well being يعني يزيد من السعادة أو الصحة الجسمانية. طبعا احنا عارفين well being بتعبر عن كذا حاجة يعني. keep informed about دي معناها يبقى على وعي بي، دي مهمة. keep informed about دي مهمة، يبقى على وعي بي. في حاجات تانية بتسويها، في حاجات تانية بتسويها، يمكن هناخدها في ال part 2 مش هنا. اوكي. make notes on معناها make decisions يعني اتخاذ قرار، دي مهمة جدا مشهورة. make notes on يعني سجل ملاحظات. make suggestion about يقدم اقتراحات بخصوص حاجة معينة. make time for دي معناها يوفر وقت، ليه يوفر وقت لحاجة معينة يعني. تمام. طيب manage time يعني يدير الوقت. pay attention to يولي اهتمام لحاجة معينة. promote the importance promote طبعا معناه يروج، وتيجي معناه يعزز أهمية حاجة معينة. reduce stress يعني يقلل الضغط. suggest a special technique يعني يقترح تقنية جديدة. كلام سهل يعني. take a break take a rest take care of take exercise. لو تلاحظ هنا take exercise يعني أنا بركز لك على الحاجات الإيه المهم، ودو اكسرسايز ممكن احنا نقول تيك اكسرسايز او دو اكسرسايز، واخد انت بالك؟ والاثنين يتمرن. تيك ريسبونسبيلتي فور يتولى مسؤوليه. تيك سام سناكس سهله ديت. تراي يور بيست لو تلاحظ تراي يور بيست، وهنا دو ايه؟ دو ذا بيست يو كان، واخد بالك انت من الحته دي؟ و خلينا نبدا نشتغل. موضوع سهل خالص يعني. كوليكيشنز رقم واحد بيقول لك ذا elder brother، حاجة من الصفات لو انت فاكر. usually not responsibility طبعا responsibility بيجي معاها دايما take responsibility for take responsibility تمام for دي معروفة يعني. his young sister تلاحظ موجودة هنا تقريبا لسه قرأناها حالا اللي هي take responsibility for. رقم اتنين بيقول لك what activities can you طبعا activity و exercise من الحاجات اللي بتاخد do، من الحاجات اللي بتاخد do activity تمام. اهي do activity اوكي. طيب رقم 3 I'll have to not of tests before I can get this job. تمام. I'll have to make a lot of tests ولا do a lot of tests ولا طبعا test a lot of tests لا carry a lot of tests لا اما make او اما do. تمام. هي do a lot of tests ولا make a lot of tests. طبعا do a lot of tests. In order to improve your mental health you need to not responsibility for things you can control. تمام. بيقول لك من اجل انك تحسن الصحة العقلية you need to responsibility for طبعا take لسه قايلينها من شوية صح كده take responsibility. طيب رقم 5 burn out الانهاك is caused by both the decisions the current you not and that situation you can you can't control والمواقف اللي انت بتقدرش تتحكم فيها. طيب decision طبعا هيجي معاها لسه واخدينها من شويه make تمام. رقم 6 الحاجات اللي بتحفز الشباب تمام. why don't you the advice your parents give you why don't follow طبعا follow advice. رقم 7 you may experience دي جديدة ما جديدة قلنا burn out بيجي معاها 3 تمام. as a result of too much work يبقى you may experience تتعرض يعني ل burn out او ممكن نقول stress الاثنين صح. رقم 8 you can do not to get ready for the final exam you can do do a revision يعني تعمل مراجعة تمام. الباقي مش هينفعه. رقم 9 the exams you have طبعا exam تاخد ايه تاخد do تمام. you have done do an exam او do ايه do a test اللي هم كانوا في الاول خالص. رقم 10 بيقول لك the new system has not the importance promote طبعا اللي هو روج الأهمية promote the importance of teachers role in educational process اهي تمام اهي promote right اه promote the importance of الحاجات دي انا مش بجيبها من عندي حاجات موجوده اهي قدامكم اهي تمام. طيب بليز من فضلك stop talking and pay attention to what I say. رقم 12 I know at time for time for لسه واخدين من شويه make ايه make time for some activities بالظبط كده make time for some activities. exhausted الحاجات دي عبيطه exhausted worn out او dead tired او very tired عادي زي بعض تمام او worn out.
لو عايزين مثلا ناخد عكسها، مش موجود تحت عكسها، مش مشكلة. عكس exhausted اللي هو منهك، عكسها ايه؟ عكسها بصحة جيدة، تمام؟ well being، حط well being مكان. طيب improve يعني يحسن، make better، make something better أو enhance يعني يعزز أو يقوي. improve يتحسن، get better أو become better أو develop اللي هو يطور بين حاجة معينة يعني، هي يحسن أو يتحسن. mental اللي هو حاجة psychological أو حاجة psychological أو حاجة intellectual. اوكي طيب سكولد يعني يعنف او يوبخ، اللي هي تلقف او بليم، تمام؟ تلقف او بليم هم امهم سكولد بالظبط. ستريس اللي هو الاجهاد، بريشر او وري او انكزايتي، بريشر اللي هو الضغط او وري اللي هو القلق او انكزايتي اللي هو القلق. امبروف عكسها بقى ورسن او امبير، worsen و deteriorate اللي هو يتفاقم او ينهار يعني، تمام؟ mental اللي هو ذهني، عكسها بقى حاجه بدنيه، حاجه physical او bodily. promote اللي هو يرقي، promote يرقي، اللي هي demote او عكسها demote او degrade، تمام؟ سهلين دول. scold اللي هو يوبخ، عكسها praise اللي هو برايس اللي هو يعني يمدح شخص، او كومبليمنت اللي هو يمتدح شخص معين يعني. ستريس الاجهاد، عكسها ريلاكسيشن او كومفورت اللي هو الراحه. طيب بيقول لك the teacher used to scold his students severely due to their behavior. scold can be replaced by، ممكن ان احنا نحط مكانها ايه؟ يعني هي بتسوي ايه؟ طبعا بتسوي بليم اللي هو يوبخ حد معين يعني، عكسها طبعا برايس اللي هو معناها يمتدح شخص معين. رقم 2 his health improved when he removed to the fresh air، لما هو انتقل الى الهواء النقي في الكانتري سايد. في if we can replace the improve يعني احنا ممكن نحط ايه مكان improved، ان هو تحسن. طبعا improve هي make better او enhance، يبقى and be. his health improved when he moved to fresh to the fresh air countryside، برضو نفس الحاجة. يقول لك هو عايز الانترم بتاعتها، عكسها يعني، عكسها طبعا اللي هي worsened، تمام؟ اللي هي نمبر ايه او deteriorated. deteriorated معناها حاجة بتنهار او بتتفاقم يعني، تمام؟ رقم 4 بيقول لك when one is under stress، لما شخص يكون تحت الضغط. this means they suffer from، ان هم بيعانوا من ايه؟ بيعانوا من ال pressure، من الضغط، ولا بيعانوا من relaxation اللي هو الاسترخاء. complement اللي هي بمعنى يمتدح شخص معين، اللي هي بتساوي praise. رقم 5 mental is to physical as not to praise، اللي هو يمتدح هتبقى ايه اللي بتسويها، ومنتال لفيزيكال. طبعا منتال لفيزيكال انتنم، يبقى ايه العكس بتاع يمتدح سكول هو يوبخ طبعا. انما كومبليمنت دي معناها ايه؟ دي معناها برايس اللي هو يمتدح. رقم 6 نوت از تو انتلكشوال، يعني حاجه ذكيه يعني. سكولد تلف، طيب سكول دي معناها يوبخ، وتلف دي معناها برضه يوبخ، تمام؟ تمام. طيب intellectual وbodily هم عكس بعض، استنى كده. هي intellectual دي معناها ايه؟ معناها حاجة عقلية او حاجة مرتبطة بالذكاء، فهي حاجة عقلية، هي حاجة mental، تمام؟ فاكيد هي mental هي اللي بتسويها، تمام؟ انما physical وbodily دول ايه؟ دول عكسها. طيب ناخد شوية تعبيرات كده ومصطلحات. 5 minute break لو استراح لمدة 5 دقايق. afraid of خائف من، angry at يعني غاضب بسبب حاجة معينة يعني. face to face دي سهلة دي برضو، go for أو okay يذهب للمشي. in danger of دول مهمين، in danger of أو in order of دول مهمين شوية. in danger of أو in order of دول يمكن جداد شوية. instead of دي قديمة، just for you. late last night لا دي سهلة دي. left out مستبعد، mental health problem. لا لا الباقي كله سهل، يمكن بس دول ركز عليهم.
بنفيت فروم يستفيد من كلير اوف يزول، دي لسه لينا من شويه، كونسنتريت اون دي سهله، دي كوبوز سهله، انفايت انتو سهله، فورجيت اباوت سهله، كيب اب يواصل او يستمر، وورد داون يعني انهمر، دي مهمه يمكن جديده شويه عليك، ستي اب معناه يسهر، سفر فروم يعني يعاني من توك تو يتحدث الى، ثينك اباوت يفكر فيه. بيقول لك ذا ريفيري، ريفيري اللي هو المشير الذي يريد الاستشاره يعني، angrily told the player to clear a to clear off to clear off. او ريفيري هنا المقصود بها الحكم، معلش المقصود بها في الجمله دي الحكم، تمام. طيب رقم اتنين بيقول لك the child was not danger of falling down from the balcony، يبقى in danger of اللي احنا اكدنا عليهم فوق، او in order of in order to. طيب رقم ثلاثة بيقول لك my grandfather suffered from a mental health problem، مشكلة ايه؟ مشكلة نفسية. you need to do exercise not a regular basis، طبعا on a regular basis يعني بشكل ايه؟ بشكل منتظم، on a regular basis. فين on a regular basis؟ تقريبا موجودة هنا، اه بشكل منتظم on a regular basis. طيب نكمل نستكمل. رقم خمسة بيقول لك it is unhealthy to stay up late. I went on a 5-day holiday. ده نمبر بي، تمام. رقم سبعة do your jobs in order to in order to in in وبعد كده order وتاخد to. رقم ثمانية you have to return to Cobwebs عشان تتأقلم معي يعني، تمام. بس كده، سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا دي ايه شوية حاجات كده تركز عليها، اللي هو طبعا احنا قلنا ديت فوق، قلنا ديت فوق، قلنا الفرق ما بين بوت و فران، تمام، و منتال و فيزيكال اتكلمنا عنهم برضه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.